السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد في قناة نت كرياسيون. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي هي جديدة، ماشي جديدة ولكن وصفات مختلفين على اللي موالفين تنصوبوا. الوغ اليوم جبت لكم دي كنابي، كيف كتشوفوا دي كنابي روعة روعة روعة، مملحات اللي كيمكننا نوجدوهم لوليداتنا ولدارنا او للضيوف ديالنا الا جاو عندنا. كنعرفوا حتى في المناسبات اننا كيفرقوا علينا دي كنابي. دونك هنا غادي نعطيكم لا روسيت ديال واحد جوج ولا ثلاثه تشكيلات، وما كاين بزاف الاشكال ولكن انا غنعطيكم اليوم واحد جوج الوصفات ولا ثلاثه على الاقل. اذا خليكم معايا غادي ندوزو نوريكم المقادير. وقبل ما نوريكم المقادير، بالنسبه للناس اللي اول مره كتزور القناه ديالي، كنطلب منها انها تبرك على زر الجرس الاحمر وتابونا باش يوصلها الجديد، وما فيها بس بارطاجي مع الاصدقاء ديالها ومع الناس ديالها باش تعم الفكره على الجميع. اذا غنمروا دابا للمقادير وغنقول لكم شنو اللي كنحتاجو في هاد لي كنابي. اذا البنات كيف قلنا، داك الوصفات اللي غادي نوريو اليوم لا باس ديالهم هي لو بان دو مي، ها هو الخبز اللي كنديروه توست، بان دو مي البيض. كاين اللي بغى الزرع يدير الزرع، غير هو هذا تيجي ساهل وتيساعد في الخدمه ديالو احسن، وتيجي حتى في المذاق ديالو كيجي لذ من الاخر. اذا غناخذوا هذا البان دو مي وغادي نقطعوا هاد الحواشي هادو، ها هما هادو كيف كتشوفوا ساهلين. كنزولوا هاد الجناب هادو اللي قاصحين شويه ومحمرين، يس كي نكون ما كانت ماضيه كتساعد اكثر. اذا انا ها هو دا صورته وجدته كله عندي هنا. غادي ناخذ الطوست الاولى. هنا انا درت اون تارتين باش غادي ندهن، خديت الزيت الخضر ودرت معاه راس ديال الثومه وشويه زيت العود وطحنته، زيت الزيتون الخضر اللي بلا عظام. غادي ندهنوا به كيف كتشوفوا هكذا لا تارتين ديالنا. اون فاتارتيني هاد لي توست بحال كندهنوهم بالزبده او باي حاجه. راس ديال الثومة ما تطحنش مزيان، غنزولوه. هادي الكوش الاولى اللي كنديرو. انا غادي نقبطو الفرماج ديالنا هذا اللي كنديرو الساندويتش، وغادي نديروه من فوق داك الزيتون اللي طحنا. غناخدو وحده اخرى وغنحطوها من الفوق وغنعاود ثاني ندهنوها بنفس الخلطه. إذن احنا هنا طرتيني لا دوزيام كوش حتى هي، غنعاود نحطو فوق منها طرف اخر ديال الفرماج ديال الساندويتش، وغادي ناخدو طرف ديال التوست وغادي نديروه فوق منها توست واحد اخر. دونك غادي تجينا في هاد الفورمه هادي. وغادي ناخدو دابا لو بلاستيك اليمونتير غنفرشوه ونلويوه مزيان هاد الخبز في لو بلاستيك اليمونتير، لان غادي نديروه في الثلاجه يجمد، من بعد ما يجمد عاد غنقطعوه، ما نقطعوش دابا باش كيساعد هو من تيجمد تيقبط لا فورم حسن. ديما ملي تبغيو تصوبوا لي كنابي توجدوهم لويوهم هكذا في البلاستيك اليمونتير مزيان، زيروهم هما دو، وغادي نوضعهم في الفريغو وندوزو للوصفه الثانيه ان شاء الله. دونك دابا غادي ندوزو للوصفه الثانيه. غادي ناخذو ان بول، غادي ناخدو علبه ديال الطون ديال الزيت وغادي نقطروها مزيان من الزيت اللي فيها، ما نخليوش فيها الزيت، غادي نقطروها مزيان. وغادي نزيدو معاها، خديت فلفله حمراء شويناها وقطعناها مربعات صغيورين، غنزيدها مع داك الطون. وغادي ندير لهم شويه ديال المايونيز باش نجمعهم. اذا خدينا شويه ديال المايونيز، اللي بغى يجمعهم بالفرماج طارتيني يمكن له يجمعهم، مي بالمايونيز يجيو لذاد بزاف. اذا خدينا ها نتوما كتشوفوا، غنخلطوا الخليط ديالنا مزيان داك الفلفله وداك الطون بلا مايونيز، وبهم غادي نطارتينيو هذه المره لي توست ديالنا. دابا غناخدو لو توست ديالنا، غنديرو عاوتاني نفس
القضيه اللي درنا قبيله، غادي ندهنوه بهذا الخليط هذا، غنديروا اون كوش تكون شويه ايبس عاليه شويش، هانتوما كتشوفوا نحاولوا ما امكن باش نعمروا جميع الاطراف باش ما يبقاش كيبان لنا الخبز نهائيا، باش في التقطيعه كيجي كلشي متساوي. وغناخدو عاوتاني وحده اخرى ديال الخبز وغنحطوها من الفوق، ونعاود ثاني ندهنوها حتى هي نفس الطريقه كيف كتشوفوا. ساهل هادشي ساهل، وشهيوات مزيونين، وتيمكن لك تحضريهم للضيوف ديالك ملي يجيو عندك العشيه. دابا الاغلبيه ما بقاوش كيبغيو الحلاوه، كلشي ولا كيبغي الحاجه مالحه، وهادو يمكن لك تصوبيهم حتى دي ساندويتش، خليهم هكذا كبار وديريهم دي ساندويتش لوليداتك للمدرسه او الدار او اللي بغاو ياكلوهم. دونك دابا انا غادي نزيد الطبقه الثالثه اللي غنحطها غير هكذا من الفوق، وغناخد عاوتاني لو بابي سلوفان بلاستيك اليمونتيغ، وغنجمعها مزيان في داك البابي اليمونتيغ. كيف درنا الطريقه الاولى غنعاوتاني نديرو نفس الشكل نفس الطريقه لهاد الكنبي هذا. عاوتاني كتبقى الحشوه اللي كنديرو في كل وحده كتكون مختلفه وحده على الاخرى وصافي، تيمكن لكم ديروا الحشوات اللي بغيتيو نتوما بالطريقه اللي بغيتيو بالحاجه اللي كتاكلوها. اذا غنلويه مزيان وغادي نوضعو حتى هو في البراد، وغندوزو ان شاء الله الوصفه الثالثه. دابا غندوزو الوصفه الثالثه، اذا غناخدو الخبز باندومي وغادي نحاولو نبسطوه بالدلاك ديالنا بعد ما بطبيعه الحال زولنا له داك الحاشيات ديالو، ومن يكونو كنبسطوه غير بشويش بالهذا باش ما يتقطعناش. غناخدو 4 ديال الوحدات، نبسطهم بعدا اولا وعاد غادي نجمعهم، نحاول نديرهم يكونوا قد قد متساويين بحال كتطلق عجينه، غير هي كتطلقهم بشويش. هانتوما راه ماشي شي حاجه اللي كتاخد اللي صعيبه ولا اللي كتاخد وقت كثير، هادشي تيمكن لك توجدو في واحد الوقيت خفيف دغيا. اذا خدينا هاد 4 ديال لي توست، وغادي ناخد لو بلاستيك اليمونتيغ ديالي غنفرشو هو الاول، نفرش لو بلاستيك اليمونتيغ كيف كتشوفو. هاد البلاستيك تيلصق خصك تساعف معاه، وغادي نفرشو هاد 4 ديال لي ساندويتش ديالنا اللي حطينا. غنفرشوهم وغنحاولو ما امكن اننا نلاقيوهم، نحاولو نديرو الحاشيات على بعضياتهم ونلاقيوهم، ما نخليوش الفراغ بيناتهم. وغادي نعاود ثاني نبركو عليهم بحال غادي نلصقوهم، حاولوا ما نخليوش نهائي الفراغ بيناتهم. اذا كيف كتشوفوا حنا بسطناهم، غناخدو لو فرماج طارتيني، اي نوع فرماج يمكن لك تستعمل. انا استعملت هذا، وانتم يمكن لكم تستعملوا اي نوع بغيتيو، يمكن لك تستعمل حتى المثلثات او المربعات، الفرماج المربع او اللي بغيتي، كاين انواع كثيره ديال لو فرماج طارتيني. وغادي ندهنو وغنحاولو نديرو ان كوش شويه شغليضه باش تعطينا المذاق شويه،
هانتوما ندهنوه كله مزيان داك الفرماج تارتيني اللي قلت لكم اللي عندكم اللي عندك في الدار يمكن لك تستعمليه، ماشي ضروري تنوضي تشري شي حاجه خاصه باش تصوبيهم، اللي عندك في الدار يمكن لك تستعمله. وغناخد الكاشر المدخن فيمي وغادي نديروه على هذا الشكل هذا، نحاولوا ما امكن نغطيو كل شيء ما تبقى لنا حتى شي جانب عريان. نديروه متساوي وغادي ناخذ الطريفات باش نغطيو البلايص اللي غيبقاو لنا عرياني باش ما يبقى لنا حتى بلاصه عريانه. هادشي راه ملي كيتنزل ملي كيتجمع راه ما تيبقاش هكذا، تيتلوى مزيان. وهانتوما غتشوفوا كيفاش غادي نديروا له. وغادي ناخذوا فرماج طرونشيت، غتخدم اي فرماج بغيتي، انا خدمت هذا لهنا، غنفرشوه من الفوق حتى هو. هانتوما نحاولوا نمشيو معاه متساوي، ما نخليوش الزايد من الجناب باش في التقطيع يجينا مزيان. حتى هذا غادي نزولو وغادي نكمل على هاد النحو، غنوريكم كيفاش غادي نلويوه. باش غنديروه بحال نبودا الوغ. دابا باش يلصق لنا غناخدو شويه ديال الفرماج تارتيني وغادي ندهنو الجانب غير الحاشيات ديال هذا باش غادي يساعدنا هاد الفرماج يلصق لنا شويه هاد لوبودان ديالنا. الوغ غادي نقبطو هادشي وغادي نحاولو نجمعوه، وحنا كنساعدو بهاد البلاستيك ديالنا. كيف كتشوفوا حاولوا تزيروا يديكم باش ما يجيش مرخي. كنزيروا كنحلوا البلاستيك وتنعاود ثاني نلويو. وحنا كنلويو حتى كنكملوا لو سيرك ديالنا كله، كنكملوا هاد البودان ديالنا كما كتشوفوا كيف تيجي. وغادي نلويه مزيان فهاد البلاستيك اليمونتير، نزير عليه مزيان، غنزير عليه من الحواشي. ها هو هذا زيرناه مزيان. دابا غادي نديروه حتى هو في المبرد حتى يجمد وغادي نجبدهم ونوريكم الطريقه باش غادي نقطعوهم ونزوقوهم. اذا كنشكركم على هاد اللقطات هادي، وانا غادي نرجع معكم، خليكم معايا حتى التالي غنرجع معكم باش نوريكم الطريقه باش نقطعوهم ونزوقوهم. وشكرا. دونك البنات حنا جبدناه من الكونجيلاتور، قبض راسو شويه شعقل، هو كل ما خليتيوه كان احسن، كيزيد يساعدكم. غنوجد الشيفون فازك شويه، غنحاول نزول هاد الحاشيات باش نقادو مزيان باش تعطينا لا فورم باش يجينا باين التعميره اللي دايري. هادي بالنسبه لي ما كانش نقادو صافي بحال هكذا. دابا عندي الفرماج خارج من الجناب، فوالا. غادي ناخذ لو فرماج تارتيني عاوتاني، غناخذ الفرماج وغادي ندهن لهم الوجه ديالو، غادي ندهن الوجه كيف كتشوفوا. هانتو دهنتها مزيان، وغناخذ السكين تكون ماضيه بطبيعه الحال. غناخذ ندير شويه بعدا ديال البافو على الوجه، هانتوما غتزوقوا باش بغيتيو باش كيعطيكم الشكل وصافي منيضر. هانتوما غنشويش وغنقبض وغنقسم في النص. كل وحده غنقسمها على ثلاثه، لان كل مره خصنا نمسحو السكين ديالنا باش ما تلصقناش.
قسمتهم على ثلاثة، كل توستة كتعطينا ستة ديال لي كانابي. الوغ غادي ناخدو باش نديكوريوهم، ناخدو ان كوردون، كل حاجة غادي ديكوريها باش بغيتيو. هادي محضرنا فيها الزيتون والفخوماج، غادي ندير فيها، انا قبلت ندير طريف فخوماج في ان كوردون كيف كتشوفو، وزيتونة خضرا باش كنعطيو ان ديكور، وغنحطهم هكذا فوق فوق الكنابي ديالنا. غنستمر على هاد الطريقه ديالهم كاملين. هادو اللي بالزيتون كلهم غادي نديرهم ان مورسو دو فرماج، طريق فرماج وزيتونه كيف كتشوفوا، وغنتكا في قلب. الو غادي ندوزو دابا لاخر الطوست الثاني اللي صوبنا. اذا حنا جبدنا عاوتاني الكنابي ديالنا اللي صوبناه، هذا مقطع مقاد، غادي عاود ندهنو حتى هو بلو فخوماج تارتيني. ضروري ما ندهنو لهم الوجه ديالهم باش ما كيجيوش شاحتين. هانتوما كتشوفو دونك حنا دهناه. كاين بزاف لي زاسوس، انا عطيتكم غير بعض الطرق، ولكن هما راه كاين بزاف ديال التعميرات اللي يمكن لكم تخدمو، ماشي ضروري هادو اللي درت انا، يمكن لكم ديروا اي حاجه تعمروا بها. المهم انني عطيتكم غير ليدي وانتم تكملوا باش بغيتيو. الو غناخذوا السكين ديالنا عاوتاني، ضروري كنمسحوها باش ما كتلصقناش، وكنقطعوا من الوسط كما كتشوفوا، نقطعوا من الوسط. هادشي تيبغي السكين تكون ماضيه مزيان، وغادي نقطعوهم عاوتاني على ثلاثه، كل وحده كتعطينا ثلاثه ديال لي كانابي صغار. هانتوما شو كي كيجي من الدار ديالهم، شو كي تيجي من الدار ديالهم، تيجي رائع من الدار تيشهي. هانتوما عاد غادي نزوقو لهم تا هما الوجيه ديالهم. هانتوما البنات هاهما. الوغ هادو بما ان عندنا فيهم الطون والفلفلة، الفلفلة اللون ديالها احمر، غادي ناخدو لا طوماط سوريز كتشوفو، وغادي نقسمها على جوج. ها هي دي عندنا مغسوله ناضيه، وغادي نبيكيها في كوردون كيف كتشوفوا هكذا، وغادي نزوق بها، نديرها في الكوتي، وغنزوق بها الكنابي ديالي. عاوتاني لا ميم شوز لهاد ستة لي كنابي لي عندي. هدا حاولت نديرها في الجنب. إذا دابا جات نوبة ديال لوبودان ديالنا، هو التالي صوبناه، غنجبدوه وغادي ندهنوه حتى هو البنات شوية من الوجه، غندهنوه هكدا حيت غادي نلويوه في الزرارة باش تخلطنا فيه الزريعة. اللي بغا يدهنو بالزيت في البلدية يمكن له يدهنو، أنا كنفضل ندهنو بالفرماج لأن الزيت كتفزك شوية الخبز، هداك علاش كنفضل ندهنو، كنفضل ندهنو بلو فرماج تارتيني. واحد البلا درت فيه الزرارة كيف كتشوفوا، انا درت فيه الزرارة مخلطين، وغنقبط هاد البودان ديالي وغنديرو هكذا. ها هو غندوروه كله على هاد بهاد الطريقة باش يهز لنا الزريعة ديالنا. حنا سقنا له هاد الزريعة كلها اللي حطينا، ودابا غادي نمرو نقطعوه. إذا لوبودان ديالنا هو هذا، غنقادو له الجنيبات ديالو هما اللولة، نحيدو داك الزوائد، وفي كل مرة كنحاولو باش السكين ديالنا نمسحوها باش عطينا الطوع أننا نقسموه. إذا غنقسمو القسمة اللولة في الوسط، نعاود نقسمو
كل واحدة غنقسموها على جوج ومن بعد غنقسموهم. هادو البودرة غادي يعطينا 8 ديال الحبات، هما كيف كتشوفوا هما. يمكننا نخليوهم غير هكذا ويمكننا نزوقوهم. الوغ غادي ندير لهم دو فرماج، تريفات الفرماج في كل وحدة ونزوق بيهم. باردون، غادي نزيد معاه واحد طريف الكورنيشون باش يعطينا شوية اللون وصافي باش نديكوريوهم. إذن غنمشيو عاوتاني على هاد الطريقة هادي تنزوقو لي كنابي ديالنا كاملين. هادي البنات أنا صوبتها بالبان كومبلي، درت فيها الطارتيني بالفرماج ودرت فيها الكاشير، وغادي نقطعوها حتى هي ونزوقوها بحال اللي زوقنا الاخرين بشي حويجه. الو باردون، دي حتى هي خصني ندهنها ضروري ضروري، ما ندهن لهم الوجيه ديالهم. الو دابا غادي نقسمها حتى هي كيف قسمت الاخرين على جوج هنا، وكل واحد فيهم غادي يعطيني عاوتاني ثلاثة ثلاثة، هما ستة ديال الطراف. باهو نمسحو السكين، منساوش نبداو نمسحو السكينة شاك فوا باش تساعدنا، حيت إلا سقت فيها شي حاجة مكتساعدش. دابا عندي البنات، عندي هنا البيض السمان اللي سلقتو، غنزوق به، غندير بيضة في كل وحدة وغنزوق بيها كيف كتشوفوا. ها هي هكذا، شو كي تيجي تا هما النضر ديالهم من الداخل. ها هما كل وحده غادي، كل كوردون غادي نبيكي فيه بويضه السمان وغنزوق بها الوجيه ديال الكنابي ديالنا. كنعتذر منكم البنات على التسجيل، سجلت بالليل ماشي بالليل، وهو مازال النهار غير الجو تقلب وظلام الحال، والضو عندي ناقص شويه في الكوزينه. اذا احنا غنكملوا هذا كله حتى هو بنفس الطريقه، وغادي نوريكم لو ريزولتا فينال ديال لي كنابي ديالنا كلهم كيف غادي يجيو. اذا البنات، هذا هو لو ريزولتا فينال ديال لي كنابي ديالنا كيف كتشوفوا، تيجيو روعه روعه روعه. ولدات وليداتكم غادي يعجبوهم، وكل شيء كيعجبوه لي كنابي بطبيعه الحال. مملحات لذيذة بزاف وسهلة ورخيصة، وأي وحدة يمكن لها تصوبها في دارها. دونك كنتما كتشوفوا، شكرا على زيارة القناة، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.